رد رد تاخد اسمع مني ان كان ولا مد رد رد تاخد وضعك نار وضعك سود رد. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم تاخد. مساء الخير. مساء النور. كيف حالك عمي؟ سألك سؤال وجاوبت عليه حيكون في جائزة. حياك الله. ايش هو الاشي اللي اذا غليته بصير جامد؟ هو سائل بس اذا غليته بصير جامد. اذا غليته بصير جامد؟ ايوه. مش عارف. ابدا ابدا. شكرا لإله. شفت المطب؟ على التلفزيون. الو انا الراعد خالد حسين جابر. شكرا. عفوا. اعطيني بلوز اعطيه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اسالكم سؤال. سؤال تفضل. مين اللي اساله؟ انا ابو الاخضر. شو هيك؟ صلى على النبي. السلام. رمضان كريم. وانت اكرم. الله يرضى عليك. الله اكبر. ايش هو الاشي اللي اذا غليته بصير جامد؟ الاشي اللي غليته بصير جامد. اسكت خلاص. ايه السؤال؟ الغش. ابو حربي ساعدني شوي. ابو حربي. شو البيض؟ البيض. شو لي؟ والله ابو انا الو احد. شو تلج؟ وانت بخير. وانت بالف ابو انا. يلا أعزائنا المشاهدين، الآن فقرة الملايين. وين اللي بدها تنسأل؟ كيف حالك؟ والله تمام الحمد لله. بس على السريع أعطيني خمس قصص كنا نحكيها لأولادنا وهم صغار، يعني أهلي كانوا يحكوا لك إياها وأنت صغيرة. بس بسرعة. 10 9 ليلى والذئب. ليلى والذئب. أيوة. 7 6 5 4 ولا واحدة ما كانوا يحكوا لك قصص. يسلموا إيديك، يعطيكم العافية. السلام عليكم. عليك. كيف حالك؟ كل عام بخير. انت بخير. خمس قصص كانوا يحكوها الناس لاولادهم وهم صغار. ليلى والذئب. حلو. 8 جحا. 7 جحا. اخي قصه جحا. يا زلمه وسبعة. والله فجرت الحلقه. طيب. خذ هاي جحا حسيت لك اياها. 5 مش قصه سندباد. 4 3 2 كل عام بخير. رمضان كريم. خمس قصص بنحكيها لاولادنا قبل ما يناموا. 10 9 ليلى والذئب. 8 7 6 5 علي بابا. 4 3 2 1 بعضهم لازم يتجير وهيك على طول. السلام عليكم. رمضان كريم. حبيبي انت. يا اخوان انتوا حتحلوا السؤال على السريع. حتنخرب الميزانيه يا اخوان. انتوا بعتيلهم عشان يوقفوا اصلا. فاهم. السلام عليكم. السلام. كل عام وانتم بخير. وانت بخير. كيف حالك؟ حبيب القلب. بدي اسالك سؤال بس تجاوبنا. لا انت بدك تطلع لنا في كل مره تنقل. ما بزبطش. انا جاهز. امرني. ركز معي. يلا. السؤال بدك تجاوب عليه بس ب 10 ثواني. يلا. خمس قصص كنت تحكيها لاولادك وهم صغار. 10 9 ليلى 8 7 6 5 4 3 ليلى والذئب. 2 حكيناها. 1 خلص الوقت. السلام عليكم. رمضان كريم. يعني مستعجل هو وشكله مش مساء الخير. كيف حالك؟ حياك. شو اخبارك؟ الله يبارك فيك. بدنا نسالك سؤال وحيكون في جائزه ان شاء الله على السؤال. تفضل. ماشي. اسفين على الطريقه. لا بسيطه يا اخوي. سؤال كثير بسيط. تفضل. اول ناس عرفوا السيرك مين هم؟ اول ناس عرفوا السيرك. فيش خيارات؟ بعطيك خيارات. اول ناس عرفوا السيرك يا سيدي اشوف لك الخيارات. هم الرومان ولا الانباط؟ اول ناس عرفوا السيرك الرومان. الرومان. والله الرومان.
هي عارف تاريخكم مزبوط. سلم ايديك. وديك. شكرا لك. شكرا لك. حياك الله. مسموح يمرق. تفضل. يعني ما كنت عارف انه بتخيل في وجودك انت مع الرومان ابدعت في موضوع السيرك. تعرف انه السيرك طلع من عندكم؟ والله كنت والله ما انت كنت المهرج. اسمع مني جمال أخوك تعاخد خليك وسطي للسود. رد تعاخد اسمع مني جمال أخوك تعاخد خليك وسطي.